Sun Digital. Sun Digital مع إنس. Trending. التسعة وحدش دقيقة على يفم أحلى غاديو، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي تتبعوا فينا وتتفرجوا فينا على الديجيتال، على اللايف على اليوتيوب ولا على نوتخ باش فيسبوك غاديو يفم. هذه حلقة جديدة من سام ديجيتال، حلقة السبت 2 ديسمبر كالعادة ساعة كاملة نحكيو فيها ديجيتال، نحكيو فيها على أهم المواضيع اللي دارت وكان تحديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتي للفريق الكل، ياسمين بن نور في الإعداد، أمير في الإخراج، ووئام الربح في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم في سام ديجيتال من توا للعشرة متاع الليل. EFM انتم تسمعوا في سام ديجيتال مع إنس على EFM أحلى راديو. في الأكتو ديجيتال نرجعوا كالعادة على أهم الحاجات اللي دارت الجمعة هذه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحكيو على لو سندروم دو ستوكهولم ولا متلازمة ستوكهولم، الكلمة هذه اللي يوصف بها نتنياهو ردود فعل الأسرى الإسرائيليين لحظة الإفراج عنهم. شنو يقصد بمتلازمة ستوكهولم وشنو معنى الكلمة هذه اللي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وشنو كانت تعليق الناس على الكلمة هذه؟ ما زلنا زادا مكملين مع القضية الفلسطينية ونرجعوا للمشاهد والصور الإنسانية اللي نشرتها المقاومة لحظة الإفراج عن الأسرى، مشاهد شدت انتباهنا برشا وكان تحديثنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في فقرة لو دوسيي باش نحكي وعلى حرب الصورة اللي كسبتها حماس وانتصرت على الكيان المحتل، دونك باش يتدخل معنا في الموضوع هذايا الإعلامي الفلسطيني سليم سليم، وكما زاد باش يتدخل معنا الإعلامي مراد زغيدي همنا باش نسمعوا رأيه وتحليله فيما يخص الموضوع هذايا. مسك الختام لو ميور بور لا فان، دونك يجي بحذانا ذي في اللي فرحانه برشا باش يكون حاضر حذايا، هو حكواتي ومؤرخ نحبوه برشا ونحبوا نسمعوا حكاياته، ولد الدار زميلنا في اي اف ام تسمعوه كل ويكاند في الماتينال، دونك وتابعوه زيد على ديجيتال على راديو اي اف ام، باج راديو اي اف ام على انستغرام في فقره اش قالوا، نحكي لكم على الاسطوره، الاسطوره سي عبد الستار عميم ويكون حاضر حذايا بعد شويه. هذا واكثر في سام ديجيتال من تو للعشرة متاع الليل. خلينا توا نمشيو نحكيو على لاكتو ديجيتال وموضوعنا كيما قلت لكم لو سندروم دو ستوكهولم. ميسيلش بيه لو سندروم دو ستوكهولم، الكلمة هذه اللي دارت برشا الجمعة هذه، كلمة وصف بها رئيس وزراء الكيان المحتل نتنياهو ردت فعل الأسرى الإسرائيليين لحظة الإفراج عنهم. الناس الكل حبت تفهم ما معنى وما قصد رئيس وزراء الكيان المحتل نتنياهو، بحثت على معنى الكلمة هذه اللي تقول إنه متلازمة ستوكهولم تظهر حين يمارس الخاطف الاعتداء البدني والنفسي ويقابله المعتدى عليه بمحاولة التستر والتبرير لأفعاله كنوع من التكيف مع الواقع المرير بطريقة مبسطة أكثر، يعني هي ظاهرة نفسية تصيب الفرد وقت يتعاطف مع العدو امتاعه أو مع الإنسان اللي أسئله. نرجع زيد الأصل الكلمة هذه اللي هي ترجع لستوكهولم في السويد بعد عملية سطو مسلح على بنك، الرهائن رفضت أنها تشهد ضد اللي احتجزوهم، السلوك هذايا اللي حير المحكمة والقضاة وأطلقوا عليه بسندروم دو ستوكهولم. دونك السندروم دو ستوكهولم هذايا عمل ضجة كبيرة وحكيت عليه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرشا زاد الناس نبرت فيما يخص الموضوع هذايا، قالوا علاش متلازمة ستوكهولم تصيب الجانب نتاع الكيان المحتل وأسرى الإسرائيليين من الأطفال والنساء والرجال، وفما زاد شكون قال علاش من الجانب الآخر أسرى الفلسطينيين ولا واحد فيهم أصيب بالظاهرة النفسية هذه اللي هي لو سندروم دو ستوكهولم. دونك هذايا شنو اللي جاء في مواقع التواصل الاجتماعي على الكلمة لو سندروم دو ستوكهولم. خلينا زادة توا نرجعوا نحكيو على تصاور ومشاهد شدت انتباهنا الجمعة هذه، وهي تصاور تبادل الأسرى، وخلينا نحكيو خاصة على الأسرى الإسرائيليين الرهائن الإسرائيليين
لحظة الإفراج عنهم. من أكثر المشاهد اللي عملت ضجة كبيرة حول العالم هي حالة الأسرى بعد 50 يوم من الاحتجاز وسلوكهم وطريقة الوداع. شفنا مشاهد فيها ود وصداقة بين الأسرى والمقاومة. ومن أكثر كما قلت لكم المشاهد اللي علقت عليها الناس هي للأسيرة مايا اللي ودعت الجندي من المقاومة بنظرة اطمئنان، نظرة حب النجم نقولوا عليها، نظرة اشتياق. خلينا نسمعوها شنو قالت، وإلا كان مش حاضر الاكستري انتوكا قتلوا جود باي سويت هارت، معناها هذه الكلمة اللي شدت انتباهنا برشا. قلنا كيفاش أسيرة 50 يوم من الاحتجاز تنجم تقولوا هكايا وتودعوا النظرة متاحة. وفما زادة برشا قالوا اللي العين وغزرة العين راهي ما تكذبش، وذي شنية قال الإعلامي والممثل الأمريكي جاكسون هينكل. خلينا نسمعوه شنو قال. This one hostage really ruffled a lot of feathers and went viral on social media because the eyes never lie. The eyes, they never lie. And one might say these eyes on their time in Gaza took their first glimpse at a real man. You know, you grow up in Israel, you've definitely never seen a real man. But one might say that it was the first time they saw a real man. This young woman, she's leaving her Hamas captors. And I think her face and her eyes speak for themselves. Okay. Bye, Shukran. Now, bye, Shukran, it means bye, thank you. Thank you? What? خلينا نترجم شويه من اللي قاله الممثل الامريكي والاعلامي الامريكي جاكسون هينكل. قال مقطع فيديو الرهينه انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لان العيون لا تكذب ابدا، وقد يقول احدهم ان تلك العيون قد شاهدت لاول مره رجلا حقيقيا. كما زاد قال لا اقول ان هناك علاقه غراميه تحدث، ولكن اقول فقط تعيش في اسرائيل طيله حياتك لا ترى ابدا رجلا حقيقيا. دونك هذا شنو كان راي الاعلامي الامريكي جاكسون هينكل. كما زاد فما فيديو دارت برشا، وهي فيديوهات، هما فيديوهات مش فيديو واحده. وشفنا زاد تصاور للتايلانديين اللي كان الوداع بعنق طويل. الاسير التايلاندي كان يعانق الجندي من المقاومه. دونك ما نتصوروش كان المشاهد هذيا الكل النجم في الاخر نوصفوهم بمتلازمة ستوكهولم. التوينسا كالعادة نبروا على الأسيرة مايا، قالوا لها في تعليق على المشهد اللي شفناه وعلى الكلمة اللي قالتها وعلى الوداع، طريقة الوداع اللي ودعت بها الجندي المقاومة. قتلوا وعدني راح ترجع تاخذني التوفين الجاي. فما زاد اللي نبر وقال خذيتوا الأرض وتحبوا تكملوا تاخذوا الرجال. زيدة صورة أخرى زيدة نحكي عليها الأسيرة، أسيرة من إسرائيل هي وكلبها، وهذا اللي أكد ويثبت اللي دينا دين تسامح ورحمة. فيديو أخرى زيدة مش من الأسرة، كما قلت لكم حكينا زيدة على التايلانديين وردة الفعل اللي تظهر المعاملة الحسنة تجاه الأسرة. وما ننساوش أكيد الرسالة اللي خليتها الأسيرة الإسرائيلية اللي جا فيها شكر وامتنان للمقاومة وشكر على حسن المعاملة، المعاملة الإنسانية اللي عملوها مع بنتها اللي كانوا لها مثل الأبوين، واللي البنت الصغيرة حست روحها اللي هي ملكة في غزة. دونك هذايا الكل باش نقولوا في الأخر، هل المقاومة هل انتصرت، هل انتصرت في حرب الصورة على الكيان المحتل؟ هذايا كما قلت لكم اللي باش يكون موضوعنا في لو دوسيي. لكن خلينا نخرج فاصل صغير، بعد شوية يتدخل معنا الإعلامي مراد الزغيدي اللي هو توا في الاستماع، نسلموا عليه برشا. قولوا له مراد بعد الفاصل نرجع نحكيه على هل انتصرت المقاومة أم حركة حماس في حرب الصورة على إسرائيل. دونك نخرج فاصل صغير ونرجع معكم. EFM انتم تسمعوا في سام ديجيتال مع إنيس على EFM احلى راديو.
رجعنا معكم في سام ديجيتال وما زلنا مواصلين توا 9:21 دقيقة، ما زلنا مواصلين حتى للعشرة متاع الليل. كما قلت لكم بعد شوية يتدخل معنا في فقرة لو دوسيي الإعلامي ولد الدار زيد مراد زغيدي باش نحكيو على حرب الصورة وهل انتصرت حقا المقاومة على إسرائيل في حرب الصورة. لكن قبل هذايا نسمعوا ريبورتاج حضرتنا ياسمين بن نور. في أغلب الحروب التقليدية اللي تكون بسلاح فما حرب موازية تمشي معها، وهي الحروب الإعلامية أو حرب الصورة، والصورة هي اللي من شأنها تأثر على الشعوب ومواقفها تجاه الخصوم. وباش ناخذوا مثال الحرب على غزة، وخاصة منذ بداية عملية طوفان الأقصى اللي الصورة فيها لعبت دور مهم واستفادت منها المقاومة، وطبعاً هي صور حقيقية والمقاومة استعملتها كسلاح آخر ضد الكيان الصهيوني وانتصرت به إعلامياً عن العدو. حماس نشرت الصور والفيديوهات اللي توري وأنه الأسرى في حالة صحية جيدة ويتم معاملتهم بطريقة إنسانية حافظة لكرامتهم. حماس أثبتت من خلال الصور أنه حتى الحروب فيها أخلاقيات ومبادئ إنسانية ما عندها حتى علاقة بالعداوة بين الطرفين. حماس عرفت أنه من أهم أسلحة المعركة أنها تكسب تعاطف فئة كبيرة من الشعوب الغربية، وروايات الأسرى نفسهم لدى حماس تثبت هذا، وكان أغلبهم من النساء والأطفال، والاهتمام بهم وحسن معاملتهم صدر صورة إيجابية عن الحركة، وهذه كانت ضربة بوزن ثقيل للإعلام الإسرائيلي اللي صدر الكثير من صور العنف والمعاملة اللا إنسانية للأسرى الفلسطينيين. وكانت هذه نقطة قوة إعلامية لحركة حماس واللي انتصرت بها في حربها الإعلامية على العدو الصهيوني. نشكر ياسمين بن نور على الروبورتاج هذايا، وتوا يدخل معنا الإعلامي مراد زغيدي كان في الاستماع. نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا بك مراد. أهلا بك ناس ومرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بك مراد، كنت تسمع في التقرير اللي حضرتولنا ياسمين بن نور. نحب نبدأ بأول سؤال مراد، نقول هل نجم نقول أن المقاومة حقت انتصار إعلامي وكسبت حرب الصورة ضد الكيان الصهيوني؟ ساعة خلينا نسب كل انتصار لأنه القصف متواصل، واليوم زاد فما عشرات القتلى في غزة إضافة إلى تقريبا العنف اليومي في الضفة الغربية من طرف المستوطنين. دونك باش ما نكونوش في أجواء متاع فرحة وانتصار ونكونوا بعاد على الواقع متاع اللي يعانيه الغزاويين والفلسطينيين عموما. بالنسبة لحكاية تبادل عملية الأسرى، يظهر لي نجم يقولوا أنه المقاومة الفلسطينية وحماس نجحت أنه تستغل عملية الأسرى وتحرير الأسرى أو تبادل الأسرى بالتدقيق لتحسين صورتها. شو معناها تحسين صورتها؟ فما ماكينة صهيونية عالمية قاعدة تخدم بقوة وعندها بعض النجاحات تحب تخلي الصورة نتاع حماس حركة إرهابية، وحماس خصوصا في الرأي العام الغربي يتناسى، وأنه حماس هي حركة تحكم في غزة، معناها عندهم حكومة وعندهم إدارة، ومهما كان وإن كانت حركة مقاومة مسلحة كل فهي حركة زادة تعمل في السياسة. والطريقة اللي عاملوا بها الأسرة والطريقة اللي حروا بها الأسرة واللي حكيتوا عليه انتم مقبليك وعطيتوا كل المعلومات الدقيقة، أن الصورة الحاصلة أن كل الأسرى الإسرائيليين اللي تم تحريرهم خرجوا في حالة جيدة على المستوى الصحي، اتأكد زيدا وهذا مهم جدا أنه راهو الهجمة نتاع 7 أكتوبر على المستوطنات كانت هجمة الهدف منها ليس القتل أولا أو توكا ليس قتل المدني، وإنما الأسرى يعني السجن أكثر عدد ممكن من الأسرى لعملية تبادل، وهذا يبدل الفكرة الكل الحاصلة، وأنه هجمة 7 أكتوبر هجمة إرهابية وأنه حماس كيما داعش وكل، واللغة اللي قاعدين نسمعوا فيها في عدد كبير من وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية وغيرها. هل أني حقت انتصار؟ أنتوكا نجحت حقت نجاح، فما فرق بين النجاح والانتصار. حقة نجاح اللي زعزع شوية ثوابت متاع الإسرائيليين متاع الأمريكان ومتاع كل من حب يصور حركة حماس
كحركة إرهابية أولا وأخيرا. مراد، هل المقاومة وخاصة المشاهد اللي تنشر فيها عبر الإعلام العسكري نجمت تغير من نظرة الشعوب الغربية لحماس كمنظمة مصنفة إرهابية؟ يعني هل وصلوا يقنعوا الشعوب الغربية، فئة من الشعوب الغربية، بأنه حماس ليست منظمة إرهابية بل هي مقاومة؟ في الإعلام العسكري فما وفما، خاطر فما زاد صور نتاع هجمات على مدرعات ومسلحين اسرائيليين وجيش اسرائيلي، هذيك الصور من نوع اخر. لكن على العموم فما حاجه ما يظهر لي لا تناقش، وانه اليوم صوره القضيه الفلسطينيه اللي هي اهم من صوره حماس، صوره القضيه الفلسطينيه في العالم الغربي تبدلت، والمسانده نتاع عدد كبير جدا من الشبان ومن الطبقات ومن الطلاب والجامعات اللي وقفت وعم تعطي سمات في أمريكا، في لندن، في بلدان اللي في العادة كانت ما عندهاش سمباتي كبيرة للقضية الفلسطينية، هذا الكل يأكد يبدو لي وأنه المرة هذه القضية الفلسطينية حققت نقاط كبيرة ياسر وبدأت تعمل في تغيير. تعرف ديما نعطي مثال مهم اللي حصل في لي كامبوس يونيفرسيتير في هارفارد وستانفورد، هذوما راهو كانت قلاع صهيونيه، هذوما راهو 10 سنين تالية ما كنتش تنجم تخرج علم فلسطين. اليوم الطلبه من جميع الجنسيات وجميع الاديان متضامنين مع القضيه الفلسطينيه. علاش نقول مهمه ستانفورد وهارفارد ايناس؟ يعني ستانفورد وهارفارد هي اللي تصنع قواد العالم تاع غدوه، الناس اللي تحكم في الدنيا غدوة وبعد غدوة على العموم يخرجوا من ستانفورد ولا من هارفارد. دونك هذا مهم جدا، وهذا يعني وأنه بالرغم من الثمن الغالي جدا من حيث الضحايا والقتلى من الجانب الفلسطيني، فأنه ثم تغيير في الرأي العام الغربي. تغيير طبعا، تغييرات هذه ناس راهو يطلبوا برشا وقت، فمش مجتمعات تتقلب تماما في 40 يوم و60 يوم و90 يوم، لا، يلزمها سنوات. لكن يبدو لي انه هالشهرين تقريبا اللي بينتو بشغلقوهم في الحرب على غزه غيرت نوعا ما وموازين القوى وزعزعت الثوابت حتى في البلدان المسانده تقليديا لاسرائيل. مراد، كي نحكيو على الصورة وعلى النجاح اللي نجحتو المقاومة خاصة في الصورة، معناها باش توري المقاومة راهي تدافع على الأرض، تدافع على شرفها وشرفنا نحن العرب الكل، جهة الكيان المحتل ما ركزتش على الصورة، بالعكس ما ريناش معاملة إنسانية للأسرى الفلسطينيين، عمرنا ما رينا حتى مشهد ولا حتى صورة، بل بالعكس رينا أسير خارج يديه مكسورة، صوابعه مكسورة، ما ركزتش على الصورة المقاومة الكيان المحتل، معناتها الاستراتيجية ذي ما مشاش بها إسرائيل. لا، لانه شوف لونجو بالنسبه لاسرائيل ماهوش في العالم العربي، لونجو بالنسبه لاسرائيل هو في العالم الغربي، ما يسندها كان العالم الغربي. علاش؟ لانه البلدان العربيه، علاش هي البلدان العربيه كان استثناء تونس تتعامل ميحس وجميع نتاعها، معناها انت النظام اللي يحكم في مصر ولا في سوريا ولا في العراق ولا في السعوديه هو يلوج على حقوق الانسان، ما يلوجش. وحتى على العموم راهوش احنا تونس، احنا الديمقراطيه الوحيده في العالم العربي الكل. البقية الشعوب العربيه مش مهتمه ياسر بحسن المعامله هذه الكل. باركونتر الشيء الواضح اليوم هو انه بالنسبه لجزء كبير من العالم الغربي اسرائيل ما عادش اكل بلد ضحيه والبلد الديمقراطيه الوحيده في العالم في الشرق. الحقيقة يعني بدأت تخرج، بدأت تظهر للعالم، بدأت تظهر. بالنسبة لي أنا ديما نكون بنتعامل بنوع من المسافة وما نحبش نحرك العواطف، طبعا عواطفنا جيشة وعواطفنا كلها مع فلسطين وعواطفنا ضد الكيان الغاشم هذا والكيان المغتصب للأراضي العربية، ولكن إذا كان نبعد عن العواطف على انتمائنا فإنه التغيير يصير ببطء، لكن قاعد يصير تغيير، هذا مما لا شك فيه. وانت قلت
الإسرائيل ما لوجدتش أنه هي تلمع صورتها في تخريج في تحرير الأسرى الفلسطينيين. لكن على العموم فما كمان تساؤلات، بدأت تظهر تساؤلات، علاش فما أطفال موجودين في السجون؟ علاش فما قصر موجودين في السجون الإسرائيلية؟ ما هي تنتمي للعالم المتحذر المتقدم، صراحة العالم المتحذر والمتقدم تحكي عليه، ما فماش صغار في السجون، ما فما ناس تتشد عمرها 9 سنين و10 سنين و11 سنة، أقل عمر تنجم تدخل فيه للسجن هو 16 سنة في البلدان وما تتعاملش المعاملة اللا إنسانية اللي عاملوا فيها هذيك فوالا. شوف راهو زادة يلزم نحط الأمور في إطارها. اليوم عندك حكومة إسرائيلية الهدف اللون متاحة هو التدمير، بالرغم من أنه على المستوى السياسي الحكومة ذي مش بش يكون لها مستقبل ومع السن فيها حتى حد داخليا، مش قاعد نحكي على الخارج، داخليا معناها في بعضها مهما بش يصير ما نتصورش، أنه مش ما نتصورش معناها كل محلين يقولوا أنه بنيامين نتنياهو ما عندوش مستقبل في إسرائيل. ميرسي بوكو مراد زغيدي، شكرا على التوضيح هذا، شكرا على التحليل اللي عطيتونا. دونك يدخل معنا قالوا لي في الاستماع الاعلامي الفلسطيني من تركيا سليم. سليم كان في الاستماع، نقول لك اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا مرحبا، تحيه لكم في الاذاعه ولكل المستمعين ولكل شعب تونس. نحييوك برشا، ان شاء الله تكون بخير، ان شاء الله نتمنوا النصر لاهالينا في فلسطين. ونحكيو سليم توا على حرب سورة، نحكيو على المقاومه والمشاهد اللي شفناهم والصور اللي شفناهم. قديش تخدم سليم السورة في الحرب؟ قديش نجم تخدم العناصر الزوز، جهات الزوز؟ نعم، يعني مقارنة بالحرب على الميدان تلعب الصورة دور كبير جدا في خلق الرواية. فهناك حرب ما بين الروايتين الفلسطينية وما بين الإسرائيلية منذ اللحظات الأولى للحرب. إسرائيل عملت على قاعدة اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، وهي القاعدة التي يعني يقتدي بها البعض لوزير الدعاية الألماني جوبلز في الحرب العالمية الثانية، وهو وزير دعاية هتلر. كان بعض من النماذج لإسرائيل التي كانت تكذب فيها وهي خلق أكذوبة بأن المقاومة قتلت أكثر من 40 طفلا وقطعت رؤوسهم. هذه الرواية أمريكا طبعا روجتها، الرئيس جو بايدن وسائل الإعلام أمريكية، ولكن سرعان ما انكشفت هذه الرواية وهذا الكذب. الأمر تكرر في الكثير من الأحداث عندما اقتحم الاحتلال مستشفى الشفاء بمدينة غزة، روج وكذلك أيضا بدعم من الإعلام الغربي ومن الإدارة الأمريكية بأن هناك أسفل مستشفى الشفاء مركز قيادة وتحكم لحركة حماس و الجهاد الإسلامي. فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية كانت محترفة، هناك نضوج كبير وهناك تطور أيضا في الدعاية المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية، وهي جزء طبعا من الرواية الفلسطينية. الرواية الفلسطينية لا تحتاج للكذب لحتى يتم تسويقها، هي فقط تصل إلى العالم هذه الرواية. القضية الفلسطينية قضية عادلة، عندما تصل هذه الرواية إلى العالم الغربي يتعاطف معها لأنها قضية عادلة، يعني حينما تتحدثين عن جرائم حرب، عن شهداء يعني يتم قتلهم من إسرائيل، جرائم إبادة، بطبيعة الحال الإنسان يعني بطبيعته يتعاطف مع هذه الروايات. لذلك إسرائيل تحاول قمع الصورة الفلسطينية
هذا فيما يتعلق بالرواية الفلسطينية بشكل عام. يعني نضرب بعض من النماذج مثلا، ولعلكم أنتم أيضا في تونس شاهدتم، وربما عندما أضرب بعض الأمثلة ستذكرونها لأن بقيت في مخيلتكم. مثلا الرجل الذي ردد عبارة روح الروح، أيضا الإعلامي مراسل الجزيرة عندما قال معليش. هناك يعني كثير من الأمثلة، أنا فقط أكتفي ببعض الأمثلة لأن يعني هذا الأمر بالتأكيد له دور كبير في أن يصل إلى العالم. أيضا هناك رموز في التغطية الإعلامية، أصبح هناك ناس يعني مشهورين في الرواية الفلسطينية، الناس تتابعهم وتأخذ منهم الصورة لأنهم صادقون ويعبرون عن الحقيقة مجردة دون تزوير أو كذب كما تفعل إسرائيل. نعم. إذا ما أردت أن أضرب بعض الأمثلة للأسماء من هؤلاء النجوم الذين أصبحوا مثلا الصحفي معتز وهو الذي ينقل الصورة. نعم، الصحفي معتز عزيزة. نعم، هناك الملايين أصبحوا يتناقلون فيديوهاته وصوره وهو ناشط، يعني لم أكن حتى أنا أعرفه على الصعيد الشخصي، ولكن الملايين عرفوه فقط لأنه ينقل الحقيقة، يصور ما يجري في قطاع غزة بكاميرته وبكل عفوية. عفوا أستاذ سليم، يعني معتز عزيزة اللي في أول الحرب كانوا يتابعوا فيه أقل من 200,000 متابع، وتوا ولاو يتابعوا فيه أكثر من 15 مليون متابع، وهذا مهم برش باش يعرفوا. نعم. حقيقة اللي صاير داخل غزة. نعم صحيح أستاذ إناس، يعني حتى في الرواية الفلسطينية يعني دائما كانت مقموعة، وسائل الإعلام الغربية تأخذ فقط ما تنشره إسرائيل. هذه المرة أصبح هناك حرج كبير، و يعني كما نقول نحن بالمثل العامي حبل الكذب قصير. يعني لما إسرائيل تكذب 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 وبالآخر الأمريكان يكذبوا مثلها، لكن الشعوب تستيقظ لهذه الأمور. يعني أصبح هناك سلطة رابعة خامسة على السوشيال ميديا، الناس يتابعون على منصة إكس التي سمحت بنشر المحتوى الفلسطيني، كان هناك رواج كبير، فأصبح هناك زعزعة في الثقة بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية التقليدية التي تنحاز بشكل سافر لإسرائيل. وأيضا هناك ازدواجية في المعايير، حتى عندما يغطون بشكل مهني، عندما تأتي مجزرة مروعة تتحدثين عن 500 شهيد، إما يكذبون أو أنهم يمررون الخبر بطريقة سريعة أو حتى لا يركزون في هذا الأمر. من الواضح بأن هناك يعني تقدم بالنسبة للرواية الفلسطينية، هناك فجوة استطاعت الرواية الفلسطينية أن يعني تخترق فيها الإعلام الغربي. هناك بعض الشخصيات الفلسطينية التي ظهرت على وسائل الإعلام الغربية، هم دائما يريدون الفلسطيني أن يأتي أو الصوت الفلسطيني يعني عندما يأتي إلى وسائل الإعلام الغربية يحاولون إسقاطه أو يحاولون الحصول منه على إدانة لحركة حماس. لذلك دائما السؤال في وسائل الإعلام الغربية بالإنجليزية Do you condemn حماس؟ هل تدين حركة حماس؟ لماذا لا يقول Do you condemn إسرائيل؟ هل تدين إسرائيل؟ لا تجدين هذا السؤال موجود في وسائل الإعلام الغربية، فقط هم يريدون إدانة الفلسطيني، من يريدون أن يأتي من الأصوات الفلسطينية، فقط يريدون أن يدين حركة حماس. لذلك يأتوا بناس يعني ليسوا من حماس، إنما على خلاف مع حركة حماس، ولكن كان الأمر مخالف. حتى في هذا الأمر كثير من الناس لم يدينوا حماس وحاججوا الحجة بحجة وقلبوا عليهم الأسئلة، لماذا أنتم لا تدينون إسرائيل؟ لماذا أنتم لا تتحدثون عن مجازر إسرائيل؟ الإعلام الغربي
ومن خلفه إسرائيل وأمريكا، أرادت أن يبدأ التاريخ من 7 أكتوبر، ولكن التاريخ بدأ من عام 1948. ذلك ما حدث في 7 أكتوبر جعل الكثير من الناس أمام هذه الدعاية الإسرائيلية والغربية الضخمة عندما يتحدثون عن هولوكوست جديد فيما يجري بالكيان المحتل. هذا ما حاولوا أن يروجوا، هذا ما حاول نتنياهو أن يروجوا. يتحدثون عن قتل الأطفال، يتحدثون عن اغتصاب النساء، لكن الناس عندما بدأت تتابع ما قبل 7 أكتوبر، جرائم مستمرة منذ أكثر من 75 عام، أرض محتلة، شعب محتل، شعب فقط يدافع عن أرضه ويدافع عن حقه، وما بعد 7 أكتوبر من جرائم إسرائيلية مروعة، الحرب الإسرائيلية على غزة، هذا الأمر قلب الأمر على إسرائيل وجعل كثير من الشعوب الغربية متعاطفين مع القضية الفلسطينية. وهذا كان سؤالي أستاذ سليم، هل تغيرت نظرة الغرب للمقاومة مع الشيعة، يعتبروها أنها منظمة إرهابية؟ هل ديو يفهموا الغرب؟ شوفي إيناس، يعني فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية بأنها منظمة إرهابية، هذه صورة نمطية كانت إسرائيل من عشرات السنين ترسخها وكأنها قرآن كريم بالنسبة للغرب. يعني حينما تذكر حماس خلفها مباشرة المنظمة الإرهابية، لكن هذا الأمر اختلف قليلا. لكن هنا أنا أنظر إلى الأمر أستاذة إيناس من ناحية القضية الفلسطينية. حتى الفلسطينيون كان يعتقد الغرب بأنهم إرهابيون، ليس فقط حركة حماس، إنما أيضا عندما يتم حتى في البداية، لو أعدنا الأمور إلى ما بعد 7 أكتوبر بقليل، حينما كان يريد الفلسطيني وحتى التونسي والعربي أن يخرج في أوروبا وفي أمريكا، سنوا قوانين حتى ممنوع الخروج للتضامن مع هؤلاء الإرهابيين الفلسطينيين بين مزدوجين، أو رفع العلم الفلسطيني، أصبح هناك قوانين تريد إدانة من يرفع العلم الفلسطيني. لا نتحدث عن علم حركة المقاومة الإسلامية حماس، نتحدث هنا عن علم فلسطين. الكوفية الفلسطينية حتى يعني أصبح من يريد أن يرفعها يجرم في القوانين الأوروبية في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا، ولكن لم يستطيعوا أن يسيطروا على الناس. الناس خرجت، شاهدنا مظاهرات مليونية في العواصم الغربية، حتى أنها أكثر حيوية من الدول العربية. نعم، خاصة في 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 لندن شفنا. نعم، شفنا الآلاف من الناس اللي خرجت الظاهر وتدعم القضية الفلسطينية. نعم، وحتى في الولايات المتحدة، حتى قضية غزة أصبحت ليست، لم تعد قضية غزية، وهي أصلا لم تكن فقط قضية غزية أو فلسطينية أو قضية العالم العربي والإسلامي، أصبحت شأن أمريكي داخلي يؤثر على الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات القادمة. وشاهدنا بأنه أصوات الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت متدنية، وفرصه في الفوز بولاية جديدة في الانتخابات الأمريكية ضئيلة. لماذا؟ هذا يدل على أن هناك وعي. نعم، هناك وعي بالنسبة للعالم، بالنسبة للرأي العام الأمريكي هنا تحدث، وأيضا الغربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هناك واضح انزعاج إسرائيلي كبير من هذا الأمر. حينما أيضا سلمت المقاومة في الهدنة الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين، لاحظت كيف التعامل مع هؤلاء، وكيف يعني كانت الإنسانية، وكيف كان هناك الارتياح بالنسبة لهؤلاء المحتجزون. هذا يدل على أن المعاملة كانت جيدة وحسنة. وحتى هذا الأمر، لعلي مثلا أذكر لك كلمة واحدة
أخشاف، هل تذكرين هذه الكلمة أخشاف بالعبرية؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ أخشاف هي الآن، يعني لذلك محتجزة إسرائيلية خرجت بفيديو نشرت كتائب القسام وطلبت نتنياهو بأن تفرج بأن يفرج عنها الآن خلت أخشاف باللغة العبرية، وانتقدت نتنياهو كيف لا يفرج عنها. فبعد أن خرجت في صفقة التبادل تركت رسالة للمقاومة الصوفية موقعة بخطها بأنها تلقت معاملة مثالية. نعم، هذه الرسالة اللي حكيت عليها هنا واللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة يحذفوها الرسالة هذه باش ما توصلش للعالم، لكن وصلت للعالم وشفنا برشا مشاهد للأسرة، وهذه مهم كي نحكيه على الصورة وتوثيق الحاجات هذه. المعاملة الإنسانية والحسنة مهمة برشا باش توثقها المقاومة باش نجم توصل للغارب. نشكرك برشا أستاذ سليم، يعطيك ألف صحة على المداخلة، وإن شاء الله ربي ينصركم وينصر كل أهالينا في غزة وفي فلسطين. دونك يعطيك ألف صحة. كما قلت لكم أنا بعد شوية ضيفي اللي فرحانة برشا واللي نعتذر منه واللي وخرنا عليه شوية، ضيفي فرحانة برشا باش يكون حاضر حذية بعد شوية، ومن عجائب الدنيا اسمها سام ديجيتال ليميسيون تاعي، وضيفي سي عبد الستار عميمو. بعد شوية فاصل صغير ونرجع معكم. انتم تسمعوا في سام ديجيتال مع إنيس على EFM أحلى راديو. 9:48 دقيقة، رجعنا معكم في سام ديجيتال، مازلنا مكملين حتى للعشرة متاع الليل. في كما قلت لكم المؤرخ والحكاويتي وزميلنا ولد الدار، وغدوة 7 متاع الصباح يكون في بلاسي في استوديو هذايا عبد الستار عميمو. مرحبا، مسيك بالخير. ساكن سيد المستمعين، نعتذر منك اللي وخرت عليك في الليميسيون، ونعتذر منك اللي جبتك وسهرتك، وانت نعرفوك ما تسهرش أسطورة. لا عذتك غران بليزير، اما لا انا نعتذر من السادة المستمعين على خاطر توا مش يقول لهم صباح الخير، وبعد شوي مش يقول لهم صباح الخير. والله معنا برش عليهم والله، وبش يفرحوا نتصور يسموك توا ويسموك صباح بثوابه، نقول لهم بثوابه ما يسالش راهو كله تخفيف من الذنوب. ما يا ستورة شنية الحكاية، تبعت لي في المساجات على الفيسبوك وتقول لي ابعت لي دينار وابعت لي 2000، وشنو الحكاية؟ واللي نحكي له يقول لي حطينا الصورة ابعت لي 2000 ودينار ريتش كيفاش معناها توا مدة أسبوع تقريبا من نهار الخميس مش اللي فات اللي قبله، قعدت قرصنت حسابي بتاع الفيسبوك رغم اللي أنا ما نستعملوش، وخاطر ما نعرفش ما نستعملوش بوغ لا سامبل ريزون، ما نعرفش نسيت ضيعت المود باس وما عينيش باش نردو نفركسو. قعدت مقتصر على الاتصال بصحابي وحبيبي عن طريق الميسنجر من المساجات وكل. يا اخي سيد، فما شكون قرصن هالحساب هذا ويطلب في الناس على لساني، بمعنى ان في مركز الشرطه وحب على فلوس باش يكلم محامي ويعطي في اسم تاع شخص على انه محامي ورقم تاع هاتف. والله خطير اللي تقول فيه الصوره هذه، رقم تاع هاتف ومش خايف بالكل، ويعطي في رقم حساب جاري اللي مش يصبوا له الفلوس فيها مليانة طالبهم سوى ديزان، يطلب بين 3000 و 2600 دينار. مبالغ زادة كبيرة. كبيرة هي. ودار على برشة من عائلتي ومن أقاربي ومن أصحابي، معنى كل شيء. كلهم معنى فما البعض يعطيهم الصحة سجلوا هالمكالمة هذية والرقم الهاتف وكل شيء. وهذا الكل عملناها وثقناها عند عاد المنفذ. ومشى باللي طلب إذن على العريضة لسيد وكيل جمهورية المحكمة، ما مش يأذن بفتح تحقيق في الأمر إن شاء الله، خاطر كما قلت لك فما رقم هاتف وفما ريب نتاع بانكا، ما نجمش وحدي معناه، ولا حتى البوليسية وحده ما نجموش يتصرفوا، بأنه خاطر يجبدوه، خاطر قالوا لي كانت شخص تعرفه نجمه، أما شخص مش معروف باش تفركسوا عليه راهو ما عندناش الحق إلا بإذن سيد وكيل الجمهورية. وهل عرفتوا الشخص هذا؟ لا، حتى توا مازلت ما نعرفوش شكون، إنما إن شاء الله بالإذن هذا على العريضة السادة الأمنيين تبارك الله عليهم، خاطر فما رقم هاتف وفما كما قلنا ريب اللي ممكن يعرفوهم تاع شكون.
باهي ستورة قلت لك استدعيك في سام ديجيتال. الراجل الزمني ستورة الوفيل عاديته والوفيل ونستدعوه لسام ديجيتال. علاقتك بالديجيتال ستورة؟ ما والله علاقتي مفروضة علي مكره لا بطل في الحكاية، لأنه معناها الخدمة تفرض علي، خاطر وليت نلقى روحي في التيك توك. في بالك اسمع يكبسولك على التيك توك؟ والله ما نعرف، أنا ما نعرف، يبعثولك سيد ولا وردة ولا شو يبعثولك؟ والله مريتو ما نعرفهمش. أنا ما رحمش على روحي، ما رحمش على روحي كي نخدم، تعرف بعد الخدمة عمري ما حبش نشوف روحي نخدم، خاطر نتنرفز ونقول ما كانش قلت هكا، كانش تصرفت هكا، توجد نتقلق برشا، ولذا ما ريتهمش. لكن بالحق معناها الأولاد يقولوا لي بما فيهم ياسمين، معناها يقولوا لي عادي على هذا التيك توك يعبطوا لي كبسولة ذوكم تعقالوا اللي لقاو نجاح كبير الحمد لله يا ربي. نحب هنا الفكرة بدأت مع عند مهدي، هو اللي بيجي الفكرة. مهدي صاحب الأفكار، صاحب الأفكار الغريبة حيوه مهدي برادي، تحية لي. مهدي جاب الفكرة قال لي شقولك نعمل حاجة هكا للصيف، حاجة خفيفة، بدينا بلورتها في مخي وبدينا نخدموا فيها، دورت نجم وخليها للسيزون معناها أنا برشا ماتير. فانطلقت، فاكتشفت أن الراديو بعد ما يهبط على الباج نتاعنا الراديو يبعثها كذلك على التيك توك وتدور برشا، والعبيد تبارتاجي فيها برشا، وخاصة أنا شفت الفيديو متاع كياس وكياس هذيك تفعلت معها برشا. هذيك وصل فما شكون قال لي إيجا البنزرت وإحنا مستعدين نملكوك معنا المدينة، معنا تقولي ملك بتاع مدينة بنزرت، معنات المو اللي خطر انتصرت لهم وكالكو صغط هي ما انتصرت لهم، جانا ما انتصرت للحق لأنهما هما على حق، وبقيت التوينسة بما فيهم أنا على باطل، خطر كياس جاي من الحجرة الحجارة كياس اللي كما بفرنساوية قالوها كما هي، إحنا رققنا ردنا كياس. أذي فقرة إش قالوا تتعدى في غاديو إي أف إم، في صفحة غاديو إي أف إم على انستغرام، بعد زيد نبارتاجيوها على تيك توك في غاديو إي أف إم. فقرة ياسر محليها متاع عبد الستار عمي جوي، ويحكي لنا الكلام متاع قبل أصل الكلمة هذيك. دونك يعطيك ألف صحة ستورة. الديجيتال قديش تستعمل تليفون وقديش تقعد على الفيسبوك وعلى انستغرام؟ ونرى فيك راهو على انستغرام ستوريات، اي موجود على انستغرام، لكن مثلا تلقى في الـ في الـ في التصاور اللي عندي معناه تلقى اني اخر حاجه هي تصاور بالمناسبه، بمعنى مثلا نهار سبت الاخر واللي كنت مفروض مش نجيك، ونعتذر اني ما جيتش لاني هزني النوم، كنت مش نجيك، لكن العشيه مشيت حضرت في لافون بروميير نتاع عرض في الفيلم الوثائقي دوك فيكسيون فيلم صالحه اللي كنت مستشار التاريخي، فكان مفروض نحضر في العرض لافون بروميير في مدينه الثقافه. فصور زوز ولا ثلاثه تصاور نتاع مشاركتي في العرض ذا حطيتهم هبطتهم على معناتها بارتاجي كان الحاجات نتاع الخدمه هكا، حاجات لخدمتي معناها خدمتي زاده مش الخدمه الكوتيديان، معناتها مثلا من الخدمه هنا في الراديو كاشي كي حد من الاولاد معناها يصور لايف نبارتاجيها. ستورة معناتها حياتك اللي حياتك الشخصية، دارك، لبستك، عاداتك، ثقم زادة راك تبارتاجي فيهم معانا ومع جمهورك. بارتاجيهم معناتها نشوفوا تصور في دارك. في خدمتي. طيب في كوجي. مع خدمة. تصورت هذوكم كلهم تصوروا. أما اختلطت الأمور. إي تصوروا في نطاق خدمة، في نطاق عمل، بمعنى أنه باعتبار أنه فما برشا أعمال عملتهم في الدار، معناها صورتهم، تعرف نحب جيم غوسوفواغ، نحب نقبل العباد. نعم. فصارت برشا مرات أنه مع انه برامج تصورت في داري فتتعدى على خاطر ولا الناس، فما ناس تعرف داري بالقد معناها كيف شنو اللي فيها من داخل، على خاطر يراوها لكن مش انا نكون قاعد نقوم نصور، نكون قاعد نقوم نصور. جوستمون على الحكايه هذيا كي قلت ضيفي باش يكون عبد الستار عميم، وقالوا لي ايناس اسالوا قل له ستوره انت في حد ذاتك راك محتوي، انت راك كونتينو، لبستك، طريقه كلامك، طريقه حتى في دارك، الديكور نتاع دارك، الزمن نتاع البيات اللي ترجعنا ليه ونشوفوه، والطابع البصمه نتاعك الصوره. علاش قالوا لك الناس علاش ما تعملناش ستوريات، تبدا تهبط لنا في ستوريات ونعيشوا معاك لحظه بلحظه ستوريتك، تورينا وقت اللي انت طيب، تحكي لنا على الماكله، تورينا انت شنو تلبس، حتى لي زاكسسوار الصوره اللي تلبسهم خويك وكل شيء وراهم حكايات. حتى شيء بالعاني مش اللي انا داخل نرقد ديريكت، لكن انا قالوا لي اليوم في الصباح وانا نخدم لو في
هنا في الـ في الـ في الراديو في الراديو الاولاد في الوقت قالوا لي فما ولا في لونتين والله نسيت زوز طفله يظل طفله فما والله ولا زوز بنات من عاش قاعدين يعملوا في دي فيديو يهبطوا فيهم يقلدوا فيا يلبسوا برشا اخواتهم يلبسوا خاطر هذيك عادتي معناها فما عندي اصول هنديه عندي اصول من السند اصول قديمه من السند ولذا رجعت عليا معناها كي نلبس برشا كل هنود معناها انا ماذا بيا راني بلط هنا وبلط هنا اي معناها كل هنود بالحق وفون دو مام مش حاس في شخص معناها فما الجذور الهنديه القديمه خاطر عندي جده معنى مش مماتي مع جدة من جدات القدم أصلها من السن من بلد السن فيبدو أن عرق هذاك يأثر فيها ولذا تحب الحاجة ذي فقالوا لي تلبس كي وتبدأ تحاول حتى في طريقة الكلام تقلد وما تتغشش استورة تقلدوك ما تقلقش بالعكس نفرح برشا وساعات نقرا وزيدة تنبيرات على الفيسبوك نفرح برشا واكيد راك قريتهم انا اذوكم نتاع الجنينه فما ساعات كيبداش فيهم كلام زايد خاطر يقلقني كيف فما كيبدا كلام زايد على خاطر محطوطه التصويت ومحطوطه كلام زايد انا نتحرج ما قلتوش انا ما نتحرج لكن الناس كي تبدا ما فيش كلام زايد فيها نكته انا نعاود نقراها في لونتين انا كي في لونتين نقول لها راني ريتها كي الشيخ عليها الشيخ عليها تعرف علاش على خاطر نحس ان أنا شخص أنا إنسان كالناس الكل لكن نحس أني وليت جفي بارتي وليت جزء من الذاكرة الشعبية متاع التونسي كي ولا يقول بيات ولا يقول عبد الستار عبام ومعاهم يسعدني نقول أنا عملت شوية في حاجة مليحة في حياتي هو أنا وليت موجود في المخيال متاع التونسي وليت موجود حتى كان هو ساعات تلقاي بياخذها بفضلك لكن انا موجود في مخيله وهذه حاجه تفرح انا نفرح بها انا نفرح بها ما تقلقنيش بالكل كما قلت لك يقلقني الكلام زايد لكن مش يقلقني انه واحد يقولوا حاجه تخصه يقولوا اما يقلقني كي صورتي تحط عليها كلام عيب معناها انا ظلي عيب معناها ما كاروش ونرجع لك لحكايه ستوريات ستوره توعدنا باش ولي تعمل ستوريات ولا لا صعيب برشا ما تصور الناس إذا نقول لك أنا مثلا فاتتني برشا حاجات بأني ما يجيش البالي باش نبدأ معك معنى راني ديو سولسي شريت عباد في حياتي معنى مهمين وشخصيات وفنانين وكذا تخيل أنت جيت تعرف قرابتي بسيدة غربي لسيدة نعمة بعدين جيت نشوف نلقى عندي 4 أو 5 تصور معها فقط وأنا حياتي كامل في معها لقيت عندي 4 أو 5 تصور كل في الكل معها ما عنديش برشا ما عنديش يشر الصوره ما عنديش البالي جاتنا سادة كلاوديا كاردينال تونس ضيفه وكذا وكنت معاها وكذا لكن في الاخر بكل وقت المروحه قلت لهم بلي صوروني يا اخي جات تصويره ما تتراش قابلت صوفي دوغريز جلاله ملكه اسبانيا عمري ما تصورت معها ما عنديش حتى الصوره ما ندمتش الصوره اللي ما تصورتش ما خليتش ذكريات هكا قالوا لي ذكريات لي انكم تاعي خاطر مثلا مع جلاله الملكه ولا مع جلاله الملك محمد السادس ولا مع شاهد ايران سابقه فرح ديبه ولا حاجه كي هذوما الناس تصورنا اوفيسيلمون معناها اكيد فما صور كلكو بار في الدنيا معناها في مؤسسات رسميه اللي وقت هما غطاوا الحدث هذه انا ما تجيش البالي مش انا معاك ندور ونهز التليفون ونصور ما تجيش البالي اصلا ننساها الحكايه من دار برشا الراس الزملاء اصحابنا كلنا حتى معايا شكون يخدم معايا نبدا فما اغنيه تتعدى يمد يعمل لايف عادي انا ما تجيش البالي باش نعملها هكا ساعات نبارتاجي اللي حد يبعث لي اللي انا فيها لسينو ما تجيش البالي باش نعمل حاجه من هذه هي ما تجيش البالك اما اسم الصوره ديما يدور في الديجيتال وفيديوهاتك ديما تدور وحتى التنبيرات عليك زاد ديما تدور مرحبا يعطيك الف صحه ميرسي بوكو صوره ان شاء الله المره الجايه تكون ضيفي ونعطيك ساعة كاملة ووقت كي يبدا اوسع منك كي غدوة نسمعوك في الماتينال ان شاء الله في الماتينال ان شاء الله نحاول نكونوا خفيف الظل نتاع صبحية معنا نحاول ديما نكون في صبحية حلوة ان شاء الله تكون خفيفة الظل ان شاء الله ديما موافق عبد الستار عميمو ميرسي بوكو حبيب نقدم تحية العائلة قبيلة كانوا حذايا خالد خويا ومرته وبنته فذكروك يشوفوا في العشاوات اللي عملناهم جميع تاع رمضان تاع شقال الفطر ويسلموا عليك
محليهم كل الايامات هذوكم وذكريات مزيانه برشا وعلاش ليه ان شاء الله نعاودوهم دونك وسلم عليهم زيدا برشا العائله. نحن هكا وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا، نشكركم برشا على الاستماع والمتابعه، ونشكر نعاود نشكر ياسمين بنور في الاعداد، امير في الاخراج، وويم في الاخراج الرقمي. نخليكم توت سويت مع مكرم السعيداني في الاخبار. صباح الخير الناس الكل، تشاو تشاو.